فندم عقيد احمد فاروق محمد قائد غرفه التحكم الرئيسيه. اهلا بسيادتك فندم. سيادتك مشرفنا في غرفه التحكم الرئيسيه لمجمع الاسمده الفوسفاتيه والمركبه بلانون السخنه التي تم انشائها فندم بهدف متابعه سيره العمليات الانتاجيه داخل قطاعات المجمع بالكامل، تقديم الدعم الفني بامكانيات المستوى الاعلى. ويوجد يا فندم بكل مصنع غرفه تحكم فرعيه بإجمالي عدد 9 غرف التحكم. تقوم غرفة التحكم الرئيسية بالسيطرة على جميع غرف التحكم، ويتم يعمل بغرفة التحكم يا فندم عدد 5 كيميائي مهندس مراقبة وتشغيل كاميرات، ويتم العمل كالآتي يا فندم. كيميائي رقم 1 يقوم بمتابعة سيرة العملية الإنتاجية داخل مصانع حمض الكبريت المركز بإجمالي طاقة سنوية 1,250,000 طن سنويا، بالإضافة إلى وحدتي توليد طاقة كهربية بقدرة 46 ميجا وات ساعة. ويقوم بمتابعة الوحدات الآتية: وحدة صهر الكبريت، وحدة حرق الكبريت وتحويله إلى ثاني وثالث أكسيد الكبريت، وحدة استبطال ثالث أكسيد الكبريت وتحويله إلى حمض كبريتي مركز، بالإضافة إلى وحدتي توليد طاقة كهربية. كمية رقم 2 يقوم بمتابعة سيرة العملية الإنتاجية داخل مصانع حمض الفوسفوريك التجاري بإجمالي طاقة سنوية 800,000 طن سنويا، ويقوم بمتابعة الوحدات الآتية: وحدة شحن خام الفوسفات، وحدة خزانات التفاعل لمصنعي القطاع، وحدة خزانات المنتج النهائي. كمية رقم 3 يقوم بمتابعة سيرة العملية الإنتاجية داخل مصانع حمض الفوسفوريك النقي بطاقة إنتاج سنوية 150,000 طن سنويا، ويقوم بمتابعة الوحدات الآتية: وحدة إزالة الرواسب من حمض الفوسفوريك التجاري، وحدة الفصل والتنقية للحامض النقي، وحدة زيادة التركيز لحامض الفوسفوريك النقي. كمية رقم 4 يقوم بمتابعة سيرة العملية الإنتاجية داخل مصانع الأسمدة المحببة بطاقة إنتاج سنوية 650,000 طن سنوية، ويقوم بمتابعة الوحدات الآتية: وحدة الأمونيا السائلة، وحدة تعبئة وتخزين الأسمدة المحببة. كمية رقم 5 يقوم بمتابعة سيرة العملية الإنتاجية داخل مصانع الأسمدة الذوابة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 100,000 طن سنويا لإنتاج سماد أحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم البلوري ولأول مرة في مصر يا فندم. ويقوم بمتابعة وحدة خزانات المصنع، وحدة التعبئة والتخزين لمصنع القطاع، كما يقوم بمتابعة المرافق الصناعية للمجمع، وحدة الغليات البخارية، وحدة مياه التبريد، وحدة محطة تخفيض الغاز الطبيعي، مهندس تشغيل ومرافق الكاميرات. تم تأمين المجمع فني بعدد 180 كاميرا ثابتة ومتحركة لمراقبة جميع قطاعات ومنشآت المجمع بالكامل، وكذلك مناطق الشحن والتكديس وتخزين الخامات، بالإضافة إلى سور وبوابات. السور ده فندم طوله 7 كيلومتر. أي أمر يا فندم؟ استاذن سيادتك يا فندم، سيادتك مشرفنا في المعامل الرئيسيه للمجمع اللي تم انشائها بالتعاون مع شركه اوهان الصينيه طبقا للمواصفه العالميه لجوده المعامل ايزو 17025. المعامل سيادتك تم انشائها بهدف متابعه التحاليل الكيميائيه لسير العمليه الانتاجيه، وذلك اعتبارا من دخول المواد الخام ووصولا للمنتج النهائي للتاكد من مطابقتها للمواصفات القياسيه المصريه والعالميه. وكذلك سيادتك المتابعه الدوريه للمعامل الفرعيه، حيث تم تجهيز كل قطاع من قطاعات المجمع بمعمل فرعي لمتابعه نتائجه على مدار الساعه. واستاذن سيادتك في استعراض المعامل. معمل التحليل الطيفي سيادتك اللي تم تجهيزه بجهاز التحليل الطيفي لقياس عناصر الجدول الدوري بدقه عاليه تصل الى 3 مليون، وخاصه العناصر الصقيله. وتم سيادتك تثبيت الجهاز بوحده سحب اوتوماتيكيه تصل حتى 120 عينه. ولسرعه سيادتك تجهيز العينات تم عمل قسم تجهيز العينات، وتم تثبيت سيادتك بوحده انتاج مياه عاليه النقاوه، وكذلك سيادتك وحده لتجهيز العينات لتوفير نصف ثمن الكيماويات المستهلكه في عمليات التجهيز. معمل تحاليل المياه يا فندم، وده سيادتك تم تجهيزه بالتعامل مع جميع عينات المياه، وذلك اعتبارا من عينات مياه الشرب ووصولا لعينات مياه الصرف الصناعي المعالج، وتم تجهيزه باجهزه قياس الاكسجين، اجهزه قياس الخواص الطبيعيه والفيزيائيه للمياه، واخيرا يا فندم جهاز التحليل الطيفي اللي بقدر من خلاله اقيس تركيز العناصر في عينات المياه. اتفضل يا فندم. معمل تحليل احماض الفوسفوريك
والمعمل الثالث تم تجهيزه لمتابعة المراحل الإنتاجية لحمض الفوسفوريك، وذلك اعتبارا من خام الفوسفات ووصولا لإنتاج أحماض الفوسفوريك. والمعمل سيادتك تم تجهيزه بأجهزة الفلورايد، أجهزة قياس الخواص الطبيعية والفيزيائية لأحماض الفوسفوريك، وأخيرا فندم جهاز التحليل الطيفي لقياس عنصر خام أكسيد الفوسفور الهام جدا في صناعة الأسمدة. اتفضل حضرتك. خارجين يا شباب؟ كلية نوراج جامعة المنوفية. ها؟ كلية نوراج جامعة المنوفية والتقدير عنه في الجاي جدا مع مدار شرطة. ما شاء الله. خريج كلية العلوم جامعة المنوفية في الجاي جدا مع مدار شرطة. هل حامض الكبريتين ويشمل على أجهزة قياس الرطوبة، أجهزة المعايرة الأوتوماتيكية، ونظرا لإنتاج 3800 طن من حامض الكبريتيك بتركيز يصل إلى 98.5% في اليوم، فقد تم تزويد المعمل بجهاز قياس تركيز الحامض يعمل طبقا لاشتراطات جودة المعامل ايزو 17025 ومزود بوحدة حقن أوتوماتيكية بإمكانية 48 عينة. معمل الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، وحرصا من شركة النصر للكيماويات الوسيطة للمحافظة على جودة المنتج أثناء عمليات التعبئة والنقل والتداول، فقد تم تزويد المعمل بجهاز قياس صلابة وحجم جودة المنتج، وتم أيضا سيادتك تزويد المعمل بجهاز الكلدال لتقدير نسبة النيتروجين في الأسمدة، مزود بوحدة حقن أوتوماتيكية ب16 عينة، ووحدة تجهيز العينات مزودة بوحدة امتصاص للغازات طبقا لاشتراطات جهاز شؤون البيئة، جهاز قياس خامس أكسيد الفوسفور ومزود بوحدة حقن أوتوماتيكية بإمكانية 120 عينة. واستأذن سيادتك أن ننتقل إلى معمل الجودة والقياسات البيئية. أيوة كلهم يا فندم كيميائيين. هنا بره تمام من بره في هنا تمام تقف كده اهو تمام ينقسم إلى قسم القياسات البيئية ويشمل على جهاز قياس الغازات، وتم أيضا سيادتك تركيب أجهزة رقابة آلية على جميع مداخن المصانع تعمل على مدار ال 24 ساعة لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات القانونية لاتخاذ الإجراءات حيال أي موقف طارئ طبقا لاشتراطات جهاز شؤون البيئة. قسم الجودة ويشمل على أجهزة طحن وتقسيم العينات وجهاز قياس العناصر، وتم أيضا سيادتك إنشاء معمل فرعي لجميع لكل مصنع يعمل كمفرزة متقدمة لمتابعة سير العملية الإنتاجية للتأكيد على جودة المنتج طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية. وأي أوامر يا فندم؟ شكرا.